بيتعلم لما تحب تأمن نفسك في رمضان من العطش تشرب مية ولا مياه غازية ولا عصاير. ليه؟ لأن المياه الغازية والعصاير مليانة سكر، وده هيزود إحساسك بالعطش. لمواجهة العطش في رمضان إحنا مش محتاجين أكتر من المية، ولكن خد بالك من حاجة مهمة جدا، المية لازم تكون متوزعة تقريبا بالتساوي على ساعات الإفطار من الفطار للمغرب. المية اللي بناخدها بكمية كبيرة جدا بتحفز الكلى إنها تتخلص من المية، وبالتالي بننزل نخسر المية دي في البول بكمية كبيرة، وعلى طول يرجع لنا إحساس العطش.